قال زعيم للمحتجين في الجزائر إن البلاد بحاجة ل6 أشهر للإعداد لانتخابات حرة، مطالبا بأن يتولى وزير سابق يحظى بقبول المحتجين والإسلاميين الفترة الانتقالية بعد انتهاء حكم عبد العزيز بوتفليقة الذي استمر 20 عاما. وتأتي دعوة سيف الإسلام بن عطية بإسناد دور قيادي لأحمد طالب الإبراهيمي، وهو وزير سابق ومؤلف له توجهات محافظة، بعد يوم من مشاركة مئات الآلاف في مسيرة سلمية في 10 جمعة على التوالي للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة. وأبلغ بن عطية اجتماعاً لنشطاء وأكاديميين بالجزائر العاصمة أنه لا يمكن للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ولا لرئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه بوتفليقة قبل فترة وجيزة من رحيله قيادة الفترة الانتقالية، لأنهما جزء من النخبة.